تعالي سلمي على كيمي. بوبو تبرق. صباح الفل، ايه الاخبار؟ النهارده جاي لنا زياره من حد بنحبه جدا، ونازلين بقى نجيب شويه حاجات مهمين قوي للقعده. فشوفوا الانترو تحت. جمال صديقي، اين انت يا رجل؟ انا طالع من عندنا. الله عليك الله عليك. انت عارف السفر تسهيله كله. تاخد ده معاك يا شاهين، تعال اقعد على كتف، تعال اطلع على كتف. يا ابني اشيل الشوايه يا ابني، هتقيله جدا. هتشيل همومك كده بس. نزل بقى الباب العربية، مين هينزله بقى؟ نحضر بقى ايه؟ حاجة الشوي لغاية ما الحبايب يجوا. انا خبير تركيب شوايه، انا عايز اعترف بحاجة مهمة جدا. انا مش عارف دي لازمتها ايه. طيب دي غالبا قطعة زيادة. اخر قوي عمر عبد الرحيم وابو زيد، لما بنبقى رايحين طنطا كده بنحس ان احنا عندنا عادي زي مواعيد التريننج كده، بنروح في ميعادنا يعني. يا صديقي نورت الميعاد المريح. الريحة طالعة في الكاميرا. ما شاء الله ما شاء الله. واحنا نتخبى. ايوه واحنا نتخبى النهارده. اه شايف، عايزين نروح بقى طالعة عشان بقى. يلا بقى يلا. ابو زيد دايما لما كنا بنسافر اي سفرية يعني شاهين جاي يا جماعه، فالرحله بدات. يا ابو زيد. ايه يا حبيبي، منور المعادي بتاعت الشباب المدللين يا ابو زيد. يا باشا عايزين نتدلل بقى، عايزين نتدلل احنا كمان. الاضاءه ولا احنا منورين بقى قوي. انا ممكن اسال سؤال واحد بس؟ احنا هنصور البوك كلوب دلوقتي ولا لا؟ كتاب ابلة فهيته بقى ولا ابلة ايه؟ يا عمر مش هنقرا كتاب ولا ايه؟ كتاب ايه؟ باي باي. ها جدا. يلا يا حبيبي انا مع اقرا وانا اسمع والله. بقول لهم انا اي حته بروح العيال بتستناني اروح بالبسين وبال اللعب. نقف نركن العربيه ونشغلها ونوصل المنفخ في الولاعه وسالب ولا موجب وثلاثه. اوعى تفرق عند الغطيه. ومعانا واحد مهندس المفروض حضرتك. بص هو هيقول لك ايه؟ والمفروض الموجب مع الموجب يعني هنا موجب وهنا موجب الاثنين ايه المفروض، بس برضو تقول ايه عشان الدايره تقفل السالب مع الموجب علشان هي الدماغ بتقفل احيانا. انا وعمر كنا مبوظ العربيه المره اللي فاتت بالبول، كنا بنحاول ننفخه لولا ابو زيد جه انقذنا بقى. مهندسين دول برضو مهمين قوي حاجات في السفريه ده. لا واقفين عاملين نفكر هي هنا ولا هنا، الموجب مع الموجب شبه بعض. بقول لكم ايه، ما تيجي نجيب كيميا لايف؟ كيميا لسه بعت لي رساله. والله يا جماعه بصوا، انا عايز اقول لكم على حاجه. شاهين الحقيقه بيعملوا اكل هنا غريب. فهمش يا اخي. غريب لدرجه ان انا كلمت شاهين في مره قلت له شاهين لو سمحت انا عازم عندي، انا عازم نفسي عندك اقسم بربي. حصل كان قبل الصامت بتاعه كمان، قلت له انا عازم نفسي عندك. كتر اكل عندهم ما بيبقاش مجرد. اما كنت في المعادي هنا كنت كل يوم عاملين اكل ايه النهارده يا شاهين يا حبيبي؟ ما بشاميل ولا ايه؟ عارف. اه والله يعني انتوا منورين المعادي. انا منوره ازاي؟ شوف وشنا منور ازاي من الاكل. فالاكل عندهم يا جماعه مش اكل، مش مجرد طعام انت بتاكله عشان خاطر تعيش، انت بتاكل عشان تستمتع. يا كيميا احنا فاكرينك يا كيميا وهنتصل بيك حالا. كيميا احنا هنكلمك دلوقتي حالا يا كيميا. يعني لو كيميا بتتفرج فاحنا جونا توك. وده ما كانش بلاند يا كيميا والله، الموضوع جه كده بقى. انت عرفت امتى ان احنا نتقابل النهارده؟ امبارح الساعه 3 الفجر كده، 2 الفجر. احنا بنكلمك يا كيميا. افتح يا كيميا. هو ليه مش بيعمل؟ افتح. سيو سيو.
اكاميا اكاميا بص العيال، بص العيال عملوا ايه، بص العيال سابوا اللعب كلهم وعملوا ايه. يا كلا بص حب الاطفال عمو كيميا بتاع الالعاب اهو، تعالي سلمي على كيميا بوبو. حب الناس يا جماعه، حب الناس والله. اركبي يطلع مع، اطلع معانا بقى في الثامنيل بقى. اه في الثامنيل بقى، يلا خلينا نقربه شويه عشان يبان هو زوم اوت كده وتروح طالع. مش هتحلوا يا جدعان، ايه ده 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 هيوج دونات دي ولا ايه دي؟ دي كيك بس هيلثي، خلي بالك. يلا بص، هي هي ايه كانت جايه بيها ورفعها لفوق كده، مش باينه، واللمبه نازله عليها، فانا مش شايف حاجه من تحت الازازه غير الكريمه اللي سايحه دي. لو قلت ايه ده، انا ما بصيتش يا ابني. هيلثي يا ابني، ما تخافش ما تخافش. ايه زهلتي زول، بص دي ايه دي، الدوامه اللي بعد الايه البراميل هتسحبك. مش عارف تطلع. بص عينيا مش قادر افتح عينيا. انا اكلت اكلت برجر كتير جدا عشان كنت بشوي، فاللي قاعد على الشوايه ده اكتر واحد بيشبع. يا شاهد بص ايه رايك، ايه رايك استقروا لي هعرف هو ها ليه بس كده. ملك يا عمر، ملك يا عمر، قلت لك بلاش. انا قلت لك بلاش. عندما نتحدث عن البرجر والكواليتي العالية، طلع لي شوية نار بس. اهو يا باشا، طلع لك نار من بقي يا مستني. عارف ليه بيصوروا دايما في بدايات الاسانسير؟ مناخيري؟ بتصور مناخيري؟ ده زهلتي زون يا جماعة، ده هيلسي ده؟ يس. ايه زهلتي زون والله. طب وده هيلسي برضه؟ يس، اتس ا كاروت كيك. كاروت كيك يعني جزر يعني صح؟ كيكة الجزر. لا شكلها هيلسي جدا فعلا، في ثقة، في ثقة والله. شوف بص، انت هتقول لي انا كنت بقعد افضي منك يا ابو زيد، جبت زيت. عامل بابا، بابا على طول يقول الموضوع ده، يقول لك ماما مش عارف اتنين منين، قال له اكسر، شوف مين اللي اكسر البصمات دي، راح كسرها سيف يد. جيت تاني انشان يا ماما، قال له مالك، قال له اصل تسمسم. على التنكت بتاعت ناس زمان دي.